يعطيكم العافية صبايا. اليوم رح ناخذ الجزء الثاني من درس حجم متوازي المستطيلات. طبعا قبل ما نبلش فيه بدنا نتذكر شو حكينا. قانون حجم متوازي المستطيلات حكينا حجمه يساوي الطول ضرب العرض ضرب الارتفاع، وحكينا وحدات قياس الحجم اللي هي سنتيمتر مكعب، ديسيمتر مكعب، مليمتر مكعب، ومتر مكعب. حكينا دائما الحجم بيكون وحدة القياس له مكعب. طيب هلا شو بدنا نشوف يا صبايا المثال. بيحكي لي متوازي مستطيلات طوله 120 سنتيمتر وعرضه 10 ديسيمتر، جد ارتفاعه اللي مش معروف عندي ايش الارتفاع، اذا كان حجمه 96% متر مكعب. هلا اول اشي رح اعمله رح نعمل ايش، نوحد الوحدات كلياتها، اخلي الوحدات كلياتها نفس بعض، لان هون عندي مشكلة، عندي سنتيمتر، عندي ديسيمتر، وعندي متر مكعب. تمام، هلا انا كيف بدي اخليهم كلياتهم شبه بعض؟ طبعا هذا الاشي سهل بالنسبة لي لاني انا تعلمته. الطول سنتيمتر، اسهل اشي اني اخليهم كلياتهم ايش، زي اصغر وحدة. مين اصغر وحدة؟ اللي هي السنتيمتر. هلا الطول جاهز عندي، مين عندي المشكلة؟ صار عندي مشكلة العرض اللي هي 10 ديسيمتر، بدي احولها لايش؟ لسنتيمتر. طب كيف بدي احولها؟ العشرة بتضل 10، الديسيمتر للسنتيمتر، الديسيمتر الكبيرة شو رح تعمل بالسنتيمتر الصغيرة؟ رح تضربها، معناته 10 ضرب، حكينا درج الوحدات ماله صغير، يعني كم؟ 10. معناته رح اضرب 10 ضرب 10 ويساوي 100 سنتيمتر. معناته هلا انا حولت ال 10 ديسيمتر لسنتيمتر. كيف حولتها؟ لان ضربت 10 ضرب 10 ويساوي 100 سنتيمتر. هلا نيجي نحل المشكله الثانيه اللي عندي اللي هي 96% متر مكعب، بدي احولها لسنتيمتر مكعب. كيف رح احولها؟ بنفس الطريقه، رح انزل ال 96%. المتر مكعب الكبير شو رح يعمل بالسنتيمتر، سنتيمتر مكعب الصغير؟ رح يضربه. طب بكم رح اضرب؟ هلا احنا حكينا درج الحجم كبير، هي موجود عندك كبير، معناته رح اضرب بكم؟ رح اضرب او اقسم على 1000. هلا حكينا 96% نزلت زي ما هي، المتر الكبير رح يضرب السنتيمتر، معناته رح اضرب بكم؟ رح اضرب اول مره ب 1000. طب لو ضربت بألف راح أصير على الدرجة اللي تحت المتر مكعب. مين الدرجة اللي تحت المتر مكعب؟ ديسيمتر مكعب. طب أنا ما بدي ديسيمتر، أنا بدي سنتيمتر، معناته راح أرجع أضرب كمان مرة بإيش؟ بألف، عشان أقدر أنزل على الدرجة اللي تحتيها اللي هي درجة السنتيمتر مكعب. فمعناته راح أنزل 96%، أول مرة راح أضربها بألف، وتاني مرة راح أرجع أضربها بألف عشان أوصل لمين؟ للسنتيمتر مكعب. هلأ كيف راح أضربها؟ اول اشي في عندي ضرب، معناته رح احرك الفاصل لجهة مين؟ لجهة اليمين. هلا حرك الفاصل لجهة اليمين منزلتين، ورح يروحوا كم صفر؟ صفرين. فمعناته الالف الاولى رح يروح منها صفرين، كم صفر رح يضل فيها؟ صفر واحد. بنزله وبنزل الثلاث اصفار تعون الالف الثانية، وبتصير عندي 96 ضرب واحد ضرب واحد، وتساوي 96 سنتيمتر مكعب. هيك انا بكون حليت مشكلة الوحدات، وحدت الوحدات وخليتهم شبه بعض، صاروا كلياتهم سنتيمتر. طيب هلا شو اللي بده مني؟ بده مني الارتفاع. طب انا كيف بدي اطلع الارتفاع؟ ما عندي قانون للارتفاع، بس انا بعرف قانون الحجم. حجم متوازي المستطيلات شو يساوي لي؟ الطول ضرب العرض ضرب الارتفاع. طب انا بعرف كم الحجم؟ هيني طلعته، 960000 سنتيمتر مكعب يساوي كم الطول عندي؟ الطول عندي 120. طب العرض؟ العرض موجود برضه، هي طلعته 100 سنتيمتر. طب الارتفاع؟ ما بعرفه، شو بحط مكانه؟ بحط مكانه سين. هلا بتصير عندي زي معادلة بدي احلها. اول اشي بضرب 120 ضرب 100 ويساوي كم؟ ويساوي 12000 ضرب سين. طبعا مين تساوي لي هاي؟ بتساوي لي 960000. طيب هلا عشان اخلي السين لحالها، شو في بينها وبين ال 12000؟ ضرب. شو عكس ضرب؟ قسم. معناته رح اقسم على كم؟ رح اقسم على 12000. طبعا بقسم الجهه الاولى من المساواه، لازم اقسم الجهه الثانيه، فرح اقسم الجهتين على كم؟ على 12000. هلا 12000 مع 12000 رح تروح، رح يضل عندي سين كم تساوي؟ سين تساوي 80 سنتيمتر. كيف طلعت 80؟ بروح صفر الأحد مع صفر الأحد، صفر العشرات مع صفر العشرات، صفر المئات مع صفر المئات،
بضل عندي 960 تقسيم 12 بتساوي 80 سنتي متر. طبعا لاني انا بحكي عن الارتفاع فبتضل الوحدة سنتي متر. هلا نشوف سؤال 2، بحكي لك متوازي مستطيلات حجمه 60 متر مربع وعرضه 3 متر ارتفاعه 4 متر جد طوله. بما انه اعطاني الحجم بدي اول اشي اشوف الوحدات، متر مربع متر متر، معناته انا ما عندي مشكلة بالوحدات، الوحدات رائعة كلياتها شبه بعض. فمعناته شو بعمل؟ ببلش بحط قانون حجم متوازي المستطيلات شو يساوي طول ضرب العرض ضرب الارتفاع. تحت الحجم رح احط 60 لاني انا بعرف الحجم، يساوي الطول انا بعرفه لا ما بعرفه شو بحط مكانه سين، العرض بعرفه اه بعرفه 3 بضل 3، الارتفاع بعرفه كم الارتفاع 4 معناته بعوضه 4. فبتصير عندي 60 تساوي 3 ضرب 4 ضرب سين. هلا بضرب 3 ضرب 4 كم تساوي 3 ضرب 4 12 ضرب سين تساوي 60 زي ما حلنا قبل شوي بالمثال. بقسم عشان اخلي سين لحالها، بقسم على 12 بقسم على 12، 60 تقسيم 12 كم يساوي 5، معناته كم حيطلع عندي كم حيطلع عندي الطول؟ الطول رح يطلع عندي 5 متر. هلا نشوف الفرع الثاني، بيحكي لك مكعب حجمه 64 متر مربع جد طوله. بحط قانون حجم المكعب، قانون حجم المكعب يساوي طول الضلع ايش؟ تكعيب. طيب هلا انا بعرف كم الحجم، كم الحجم؟ الحجم 64. طب طول الضلع انا بعرفه؟ لا ما بعرفه، س ايش؟ س تكعيب. طيب هلا باجي بفكر، احنا حفظنا الفصل الماضي حفظناهم كتير منيح، شو مكعبات الاعداد. هلا ال 64 شو الرقم اللي كنت اضربه بحاله 3 مرات كان يعطيني 64؟ فكري تذكري اخذناها، شو الرقم اللي كنا نضربه بحاله يعطيني 64؟ ممتازين، الرقم اللي كنت اضربه بحاله يعطيني 64 اللي هو 4، فمعناته كم حيكون طول الضلع؟ طول الضلع رح يكون عندي 4 متر، رائعين. هلا خلينا نشوف تمارين ومسائل حجم متوازي المستطيلات، طبعا رح يكونوا صفحة 64. خلينا نبلش سؤال. اول سؤال معطيني 3 اشكال وبيحكي لي السؤال جد حجم كل من المجسمات الاتية علما بان طول كل من المكعبات الصغيرة وحدة واحدة. يعني انا رح اعد المكعبات الصغيرة انها وحدة واحدة. طيب شوفي الشكل الاول، حكينا احنا اول اشي عندي مين؟ عندي الطول، الطول اللي هو رح يكون لقدام. كم مكعب تحت انا حاطة؟ مكعبين، معناته اول اشي الطول حيكون عندي 2، العرض اللي هو رح يكون مين؟ اللي على الجنب. عدي كم مكعب في على الجنب؟ 3، معناته العرض 3. الارتفاع يعني كم مكعب بقدر احط انا فوق بعض؟ هيهم 1 2، معناته الارتفاع كم يساوي؟ الارتفاع يساوي 2. طيب شو الحجم؟ بحط قانون الحجم اللي هو الطول ضرب العرض ضرب الارتفاع. العرض عندي 3، الطول عندي 2، والارتفاع عندي 2، معناته 2 ضرب 3 ضرب 2 كم يساوي؟ 12 وحدة. طيب نشوف هلأ الثاني، أول إشي نشوف العرض، العرض حكينا اللي بيكون على الجنب، عديهم 1 2 3 4 5، معناته كم العرض؟ العرض 5 وحدات. الطول اللي تحت اللي لجهتي لقدام، عدي كم وحدة؟ برضو 1 2 3 4 5، برضو كم؟ 5. طب الارتفاع يعني كم طبقة موجود عندي؟ كم مكعب فوق بعض؟ 1 2 3 4 5، برضو 5. بما انه كلياتهم 5 5 5، معناته الشكل ايش صار عندي؟ الشكل صار عندي عبارة عن شو؟ عن مكعب، لانه الطول يساوي العرض يساوي الارتفاع. هلا لما بدي اطلع الحجم حطيهم، حجم الطول ضرب العرض ضرب الارتفاع 5 ضرب 5 ضرب 5 يساوي 125، او بتقدري تحكي الحجم يساوي طول الضلع تكعيب اللي هي 5 تكعيب تساوي 125. طب نشوف الشكل الاخير، العرض هيهم اللي على الجنب 1 2، الطول اللي هم قدام من الجهة الأمامية كم عددهم؟ 2. الارتفاع كم وحدة فوق بعض بقدر أحط كم مكعب؟ مكعبين فوق بعض، معناته الارتفاع 2. الحجم الطول ضرب العرض ضرب الارتفاع ويساوي 2 ضرب 2 ضرب 2 ويساوي 8 وحدات، أو بقدر أحكي 2 تكعيب وتساوي 8. هلأ
نشوف سؤال اثنين. سؤال اثنين بيحكي لك صندوق مملوء بمكعبات، حجم الواحد منها 8 سنتيمتر مكعب. احسب حجم الصندوق من الداخل إذا كان يتسع ل50 مكعبا منها. هلأ في صندوق عندي أنا، هذا الصندوق بقدر أحط فيه مكعبات، حجم المكعب الواحد 8 سنتيمتر مكعب، لأنا بقدر أحط جواته 50 مكعب. طيب ده أنا بقدر أحط 50، حجم الواحد 8، معناته الصندوق كلياته كم بده يكون؟ الصندوق كله بوسع 50، إذا الواحد حجمه 8 معناته راح أضرب 8 ضرب حجم الصندوق، راح يساوي لحجم المكعب الواحد ضرب عدد المكعبات اللي هو 8 ضرب 50، ويساوي 400 سنتيمتر مكعب. 400 سنتيمتر مكعب. طيب هلا نشوف سؤال 3. سؤال 3 بيحكي لي أكمل الفراغ في الجدول الآتي. هلا معطيني هون زي كأنه هلا بنلعب لعبة، إنه عندي حزيرة أنا، بيحكي لي معطيني الطول والعرض والارتفاع والحجم، كل مرة رح يشيل لي واحد منهم وأنا بدي أحذر إيش بدي أحط فيه. هلا شوفوا شو رح نعمل. أول إشي أنا بعرف إنه الحجم شو يساوي؟ الطول ضرب العرض ضرب الارتفاع، فأنا رح أضرب أول 3 أعمدة في بعض عشان يعطيني الناتج إيش بالعمود الرابع. طيب 10 ضرب 6 ضرب كم بعطيني 480؟ هلا أنا باجي بفكر 6 ضرب كم بعطيني 48؟ 6 ضرب 8، 6 ضرب 8 48، 48 ضرب 10 يساوي 480. طبعا انت ما عرفتي تحذريها لحالك، شو بدك تعملي؟ بدك تعمليها زي معادلة وتحليها. هلا نشوف الثاني، بحكي لي الطول 12، الارتفاع 10، الحجم 360، معناته 12 ضرب كم ضرب 10 بعطيني 360؟ بضرب 12 ضرب 10 120، 120 تقسيم 360 كم رح يطلع عندي الناتج؟ 3 سنتيمتر. نشوف الأخيرة، معطيني العرض 30 سنتيمتر، الارتفاع 30 سنتيمتر، وبده مني وحل الحجم 27000 سنتيمتر مكعب. ايش بده؟ بده يعني اعرف الطول. طيب هلا اول اشي بحكي 30 ضرب 30 كم يساوي؟ 900، 900 تقسيم هلا 30 ضرب 30 900، معناته 27000 تقسيم 900 كم رح يطلع عندي؟ رح يطلع عندي الناتج 30. او ممكن افكر بطريقة تانية، احكي هلا هون عندي 3 اصفار، هون عندي صفرين، معناته اكيد هذا حيكون في اول اشي احد وصفر. طب عشراته كم حتكون؟ 3 ضرب 3 9، والتسعة كم بدها عشان تصير 27؟ كان لازم اضربها، لازم اضربها ب3، ما رح يطلع عندي الناتج 30. اخر وحدة، هلا انا ما بعرف لا الطول ولا العرض ولا الارتفاع، بس بعرف ان الحجم 250، معناته بدي افكر شو الرقم اللي بدي اضرب، شو الثلاث ارقام اللي بضربها ببعض بعطيني 250. هلا انا اخترت 5 5 10، اخترت الطول 5، العرض 5، الارتفاع 10. هلا ممكن غير يختار والله الطول 10، العرض 5، الارتفاع 5، انت حرة زي ما بدك توزعيهم وزعيهم، بس انا اخترتهم 5 5 10. تمام. هلا السؤال الرابع بيحكي لك جد عرض متوازي المستطيلات اذا كان طوله 37.5 سنتيمتر وارتفاعه 20 سنتيمتر وحجمه 13500 سنتيمتر مكعب. هلا الوحدات، اول اشي بدي اطلع على الوحدات، سنتيمتر 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 مكعب، معناته هو ايش؟ ريحني، خلالي الوحدات كلها متشابهة. عطول بحط قانون حجم متوازي المستطيلات، الطول ضرب العرض ضرب الارتفاع، الحجم انا بعرفه اللي هو 13500، الطول 37.5 ضرب العرض ما بعرفه بحط مكانه سين اللي هو بدي اياه، والارتفاع 20. هلا بضرب 37.5 ضرب 20 بيطلع معي 750. طبعا 750 ضرب سين يساوي لي كم؟ 13500. راح اقسم على 750، راح اقسم على 750، راح يطلع معي الناتج يساوي كم؟ 18 سنتيمتر. السؤال الخامس بيحكي لك ثلاجة على شكل متوازي مستطيلات مساحة قاعدتها 2000 سنتيمتر مربع،
جد حجمها إذا كان ارتفاعها 180 سنتيمتر. هلا إذا بتتذكروا بداية الدرس حكينا حجم متوازي المستطيلات يساوي الطول ضرب العرض ضرب الارتفاع. حكينا الطول، حكينا شو شو قاعدته، مساحة قاعدته. شو قاعدته لمتوازي المستطيلات؟ عبارة عن مستطيل. طب شو مساحة المستطيل؟ الطول ضرب العرض. فهو هون ريحني، لما يعطيني الطول والعرض وأنا أضربهم، لا هو ضرب لي اياهم وجهز لي اياهم وحكى لي انهم 2000 سنتيمتر مربع، معناته حجم متوازي المستطيلات هاي مساحة القاعدة ضرب ايش؟ ضرب الارتفاع، ويساوي 2000 ضرب 180 ويساوي 360 ألف سنتيمتر. طبعا ايش؟ مكعب، لأن أنا بحكي عن شو؟ بحكي عن حجم. هلا السؤال الأخير بحكي لي خزان ماء على شكل متوازي المستطيلات، طوله 8 متر وعرضه 4 متر وارتفاعه 3 متر، جد سعته من الماء. هلا شو يعني لما احكي لك جد سعته من الماء؟ يعني كم بقدر احط مي جوا الخزان؟ كم بقدر اعبي الخزان مي؟ هذا بذكرك بشيء حكيناه بداية الدرس لما عرفنا الحجم، قلت الكاسة كم بقدر احط جواها مي؟ هذا هو الحجم. معناته انا لما اجي احكي لك كم سعته، يعني كم بيوسع احط جواته مي، معناته زي كأني طالبة شو؟ طالبة حجم خزان الماء. السعة هي نفسها الحجم للمواد السائلة، فمعناته حجم متوازي المستطيلات يساوي الطول ضرب العرض ضرب ايش؟ ضرب الارتفاع، ويساوي طبعا الوحدات كلها متشابهة ما عندي اي مشكلة، 8 ضرب 4 ضرب 3 ويساوي 96 متر. طبعا 96 متر ايش؟ لازم ما انسى 96 متر مكعب، لانه انا بحكي عن ايش؟ بحكي عن حجم. ولهون بنكون وصلنا لنهاية درسنا.